الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. حضرات السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بكم اليوم بمناسبة حفل تنصيب السادة رجال السلطة الجدد الذين التحقوا بهذه العمالة، وذلك في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي عرفها سلك رجال السلطة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية. لا يفوتني بهذه المناسبة أن أنوه وأشيد بالسادة رجال السلطة الذين حظوا من جديد بالثقة المولوية السامية، حيث أدوا واجبهم بكل إخلاص ووفاء طوال المدة التي قضوها بهذه العمالة، وأطلب منهم أن يبقوا على إخلاصهم وتفانيهم في خدمة هذا الوطن، وأن يظلوا كما عهدناهم حريصين على تأدية مهامهم بنفس روح التضحية والانضباط والولاء الدائم لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبهذه المناسبة أهنئ كل من السيد عبد الملك بن موسى رئيس المنطقة الحضرية سباتة، السيد عبد المجيد الهادي رئيس المنطقة الحضرية بن مسيك، والسيد عبد الكريم عيط العربي قائد الملحقة الإدارية سيدي أحمد بن الحسن، السيد عبد الحق الباشا قائد الملحقة الإدارية 60، والسيد عبد السلام الزراعي قائد الملحقة الإدارية 56. كما أرحب بالسادة رجال السلطة الجدد الذين التحقوا بهذه العمالة، ويتعلق الأمر بالسيد كريم بوكولا رئيس قسم الشؤون الداخلية الجديد. السيد علي حكاج من مواليد 1966. قد تم تعيينه رئيس المنطقة الحضرية بمسيك. السيد مصطفى أبو خليفي من مواليد بلد. وقد تم تعيينه رئيس المنطقة الحضرية سباتة. السيد يوس بن خايل. وقد تم تعيينه رئيس الملحقة الإدارية 56 حسنية. السيد عبد الإله بلزر. وقد تم تعيينه رئيس الملحقة الإدارية 60 مكرر جميلة 3. السيد رشيد أكدر من مواليد 28/10/1982 بطنطان، وقد تم تعيينه رئيس الملحقة الإدارية سيدي أحمد بن الحسن. السيد أناس حيون من مواليد 31/7/1982، وقد تم تعيينه مدير ديوان السيد العام بعملة مقاطعة منسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو يوم لتنصيب رجال السلطة جدد داخل عمالة مقاطعات بمسيك على مستوى الدائرة الحضرية 16 وعلى مستوى الدائرة الحضرية 17، ووداع مجموعة من رجال السلطة مغادرون. تنصيب رجال السلطة هو تنصيب للتعاون، للتضامن، للتكافل، حتى نحقق مجموعة من الإنجازات، ونحل مجموعة من المشاكل داخل عمالة مقاطعات بمسيك تحت قيادة السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبإشراف السيد عامل عمالة مقاطعات بمسيك. بطبيعة الحال دور رجال السلطة داخل المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية داخل هذه العمالة هو دور متكامل بين جميع الفاعلين، لا رجال سلطة ولا منتخبون ولا فاعلين جمعويين ولا صحافة كذلك. رجال السلطة قدموا مجموعة من الخدمات في ظرف استثنائي اللي هو ظرف كورونا. هذا الظرف اللي أعطاه فيه الشيء الكثير، عمل جبار لمحاربة هذا الداء والوباء، بطبيعة الحال اللي أعطاه واحد النتائج. نعطيك مثال على مستوى عمالة مقاطعة مسيك، كانت نتائج مهمة في هذا العمل الجبار الذي قاموا به هذا رجال السلطة. كما أقول بأننا اليوم يجب أن تكون جهود
متضافرة بين جميع الفاعلين كما سبق لي قلت، حتى نحقق مجموعة من الإنجازات لفائدة هذه الساكنة تستحق منا الكثير. لذلك يجب حل مجموعة من المشاكل، يجب طرح مجموعة من الاقتراحات، يجب إبراز الخبرة والتجربة السادرجة السلطة الجدد الذين راكموها في مناطق أخرى، كيفما أن خبرة ومستوى وتجربة ستنتقل مع رجال السلطة المغادرون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المديني حنان، رئيسة جمعية بيضاوي حضاري. كنشكر رجال السلطة اللي كانوا عندنا، القياد، كنشكرهم شكر جزيل لأنهم خدموا معنا يد ليد وخدمنا المواطن والمواطن، خدمنا المواطنين والمواطنات. كنشكرهم وكنتمنى لهم مسيرة موفقة إن شاء الله، وكنتمنى بأن الناس اللي جاوا، القياد اللي جاوا دابا في بلاصتهم، يمشيوا على النهج ديالهم ويكون التواصل ما بيننا وما بينهم، وحنا إيدنا ممدودة لهم، نعاونهم في الكبيرة وفي الصغيرة لصالح المواطنين والمواطنات. ونتمنوا يا ربي ان شاء الله تكون تاهم عندهم نفس المسيره اللي كانت مع القياد السابقين. وشكرا.